والحقيقه انه زي ما كل واحد فينا ليه شخصيه مختلفه، وزي ما كل واحد فينا ليه اهتماماته، وكل واحد فينا ليه افكاره، واحيانا انه بتكون القراءات مختلفه على حسب ايه نوع الكتاب اللي احنا عايزينه، بمعنى انه كل واحد فينا بتستهويه انواع معينه من الكتب، مواضيع معينه من الكتب، معلومه معينه بيدور عليها. احنا الحقيقه بنحاول دايما ان احنا نتناول معاكم موضوعات مختلفه من اول ما بدانا في يحكى أنا. بس في موضوع لطيف جدا أنا شخصيا شدني على المستوى الشخصي، وهو إني أقرأ في تجارب الآخرين في السفر، في الرحلات اللي بيسموه متخصصين أدب الرحلات. لفت انتباهي في التقرير اللي هتشوفوه مع حضراتكم دلوقتي أو اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي إنها كاتبة شابة ومهتمة بنوعية أدب الرحلات ومتميزة جدا في كتاباتها. تعالوا نشوف مع بعض التقرير، وتعالوا نشوف مع بعض سمر طاهر وهي الكاتبة اللي هنشوف عنها التقرير دلوقتي، إيه بالظبط طبيعة الكتب اللي بتكتبها، وإيه بالظبط اللي بيستهويها في أدب الرحلات، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الرحلات من وجهة نظري هو يعني كل، لكن في بيتقسم لأجزاء كتيرة أو في فروع كتيرة جدا. أدب الرحلات كمان مفهومه واسع جدا، وأنا شايفة كمان أنه حتى الرواية العادية كصنف من صنوف الأدب، الرواية نفسها لما بتبقى بتدور في مدينة معينة بالضرورة بتبين لنا جزء كبير برضو من السياق الثقافي والمعماري والسياسي في الوقت ده. من وجهة نظري المفروض يتوفر في اللي يكتب أدب الرحلات حب للمغامرة، وإن هو قادر إن هو يشوف الحاجة بنظرة متعمقة حتى أبسط الأشياء، وكمان قدرته على المرونة والتعامل مع المتغيرات، لأن أنت بتبقى نازل بتزور مثلا مكان أو متحف، بس ممكن جدا انك يبقى في حكايه خلفيه اخرى اهم من المكان ده، زي الناس اللي بتشتغل فيه، او زي شارع فيه محلات مثلا مميزه بتبيع حاجات تراثيه. ففي اشياء كتيره اللي هي بين السطور، انه يبقى عنده قدره على القرايه دي وحب المغامره والتجريب. زرت مدينة ستوكهولم، وكان فيها مناطق أماكن تاريخية كتيرة، زي مثلا دار الأوبرا والقصر الملكي القديم، ومتحف، في متحف للأطفال مشهور جدا هناك، وكمان كان في مثلا مجلس المدينة أو السيتي هول، ده مبنى مشهور جدا هناك ومزار مشهور لأنه حكومي بس كمان سياحي، في جزء بيحصل فيه فعاليات ثقافية، كمان كل ما يتعلق بجائزة نوبل. فكان عندي وقت كل يوم بالليل لازم اقعد ساعة ادون بسرعة ايه اللي حصل، ده كانت صدفة في السفرية دي. فلما رجعت فكرت ان انا ابتدي انشرها على يعني اجزاء، وبدأت فعلا اكتب بقى بالتفصيل واستعين كمان بالصور اللي انا خدتها عشان افتكر ايه اللي زرته. وكمان كان الحاجة المهمة فيه بالنسبة لي انه انا احساسي بالرحلة، احساسي بالبشر اللي في الشوارع، مواقف طريفة مثلا حصلت لي، فعشان كده الكتاب ده كان أسهل في تدوينه عشان كان عندي الوقت ده، وبالتالي قررت بعد فترة أنه أبص له بنظرة تانية ويبقى له سياق يعني متكامل ككتاب، وفعلا اتنشر. الكتاب بيجمع بين الرؤية العامة اللي هي زي مثلا معلومة هتقراها عن القصر ده، وبين الرؤية الذاتية ورأيي الشخصي في البشر اللي اتعاملت معاهم، او في التنظيم، او الشيء اللي عاجبني في المجتمع، او الشيء اللي بعلق عليه او بنتقده. فهو مزيج من الرؤيه الذاتيه ومن المعلومات. والحاجه كمان المثيره والمهمه انه احيانا لما رجعت، طبعا بدات كمان عشان اعمل الكتاب لازم اجيب ارقام دقيقه وحاجات، فلجأت طبعا للانترنت، في معلومات كتيره جدا من اللي سمعتها من الناس والسكان ومثلا في المزارات السياحيه المرشدين السياحيين مش موجوده على شبكه الانترنت. فده كمان اللي ميز الكتاب، انه في شويه معلومات بتعرفها من الناس اللي في المكان بس، وطرائف مثلا ما تبقاش موجوده قوي في حته تانية. بالنسبه لادب الرحلات هو كان من زمان مزدهر اكتر، يمكن كان لصعوبه السفر او الناس ما كانتش عندها اطلاع على الثقافات التانية، فكانت في اقبال عليه، وحصل ان في كذا سنه فيهم فجوه، انه مثلا كان دايما بيتقال من تجربتي مع دور النشر ان الشعر مثلا وادب الرحلات دي صنوف ما فيش قوي اقبال عليها. بس اللي حصل انه اخيرا مع صعوبه السفر والظروف الحاليه في العالم، فبقى في تاني رغبه في الاطلاع على الاشياء دي، ومن هنا يعني انا كتابي نشرته في الوقت ده يعني، واتقال لي كده صراحه انه الناس عندها اشتياق انها تنفتح على اشياء طالما السفر بقى اصبح اصعب.